بسم الله، دي لوحة اوتوكاد معمولة اهيت، عبارة عن جريد بس كله اوتوكاد، فانا عايز احوله لريفيت. ممكن اجي بالطريقة التقليدية واقول له اعمل لي جريد واختار بيك لاين وابدأ ارسمهم، بس انا عايز اعملهم بالداينامو اسرع. فهاجي هنا اقول له مانج، هقول له شغل الداينامو. الداينامو بتعمل مرة واحدة وبعد كده بتبقى تستخدمه في اي مشروع بعد كده. اقول له ابدأ جديد، هقول له انا عايز اعمل سيلكت للاوتوكاد ديت، فعشان اقول له سيلكت دوت اقول له سيلكت موديل اليمنت. موديل اليمنت سيلكت موديل اليمنت اهوت، هوقف ديت عشان مش كل شويه يطلع رساله خطا. تمام، وبعد كده هقول له اليمنت كيرف. انا عايز ابدا بقى اعمل سيلكت الكيرف دوت كيرف اهوت. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج اول نقطة الستارت بوينت والاند بوينت، فهقول له ستارت هي ال ندخل هنا، هقول له ستارت بوينت واند بوينت. الاند بوينت والستارت بوينت اهم. تمام، طيب كده انا عملت سيلكت لكل خط من اول نقطة لاخر نقطة. تمام، عايز ابدأ بقى اقول له خد الحاجات دي كلها اعملها جريد، اقول له جريد الجريد باي ستارت بوينت اند بوينت، لان هي دي الحالة اللي معايا، ان انا معايا الستارت بوينت والاند بوينت. تمام، لو انا عندي الخطوط او عملت سيلكت على الخطوط ممكن اقول له جريد باي لاين. تمام، طيب خلينا بقى نعمل سيلكت للشغل دوت واقول له ران. تعال نرجع كده، بص اتحولت كلها لجريد. اجي على الدينامو واقول له ايه سيف، سيف الشغل دوت جريد. سيف نقدر نلغي الاوتوكاد ونخلي الجريدات زي ما هي.